طب في خبر بقى جميل جدا لسه وارد لنا، انا هلبس له النظاره بقى. بص يا بيه، نظرا لأهمية الخبر، بص يا بيه عشان الخبر حلو جدا. ميار شريف تصنع التاريخ، ده المانشيت اللي نازل. ميار شريف تصنع التاريخ وتتأهل للدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. طبعا احنا تابعنا يعني الإنجازات اللي كانت ميار شريف بتعملها الفترة اللي فاتت، وتحديدا السنة اللي فاتت احنا اتكلمنا ان ميار شريف اللي هي المصنفة رقم 131 عالميا، لاعبة مصرية هتتمكن أو تمكنت من خوض الدور الرئيسي في بطولات يعني الأربع الكبرى، البطولات الأربع الكبرى، وهي الدور الأول في بطولة فرنسا المفتوحة رولان جاراس اللي احنا اتكلمنا عنها، والخبر ده كان معانا في نهاية السنة اللي فاتت، وقد إيه كنا كلنا كمصريين سعداء جدا، فحاجة مشرفة بصراحة، وكل التوفيق يا رب لهذا النموذج المصري الأنثوي الناجح جدا عالميا. لطيف ان التنس يعني يلحق بالسكواش، لان دي من الالعاب اللي كانت لفتره طويله ولسنين مش قليله الى حد كبير يعني ايه مغموره اعلاميا بصفه خاصه، لكن بعد النجاحات المدويه في عالم السكواش واللاعبين واللاعبات المصريين في البطولات العالميه والمركز الاول والثاني عالميا و حسيت ان في فجوه حصلت ما بين السكواش والتنس، فكويس ان ابتدينا مؤخرا برضو نقول النوع ده من الاخبار ونشوف النوع ده من البطولات. ولسه ان شاء الله دايما كده يكون اسم مصر مرفوع دوليا في كل الرياضات مش بس رياضه او اتنين باذن الله. ان شاء الله. طيب